مش فاهم بتنام عند دقنك كده ليه يا سمتكم؟ الليلة عندنا غارة مش سهرة. يا عبيد بس انفرها عشان ان قابلت ربنا اقابله بوش نضيف. وانا من هنا ورايح رب دقني عشان وشي على الاعداء يبقى اخضر. هلا جراسه منير ترجعت ثاني للكتابة ولا ايه؟ ما انت قعدت تكتب ساعة قبل الطابور بتقلب كتاب. بكتب وصيتي. قد كده يعني الاملاك؟ انا اقول لك بيعمل ايه؟ ضروري جواب عواطف. وانا اقول لك بعته لمين؟ ضروري لاخته ناديه. ومين غيرها اولى بحبي؟ ضحت بقلبها وبكل متع الحياه عشان تربيك انت واختك الصغيره بعد ابوك ما مات. بس طبعا دي خلاص حفظناها. تعرف يا فكره انا خايف على روحي. من ايه بقى؟ خايف كده لحبها غيابي من كتر ما اخوها بيتكلم عنها. لا دي مش بتاعه حب. اختي وهبت كل عواطفها للعمل والواجب. ما كانش ممكن نتخلى عن فلسطين ونسيبها تحارب لوحدها. مش من اخلاق العربي انه يسكت على الظلم، مش من اخلاق العربي انه يقفل على نفسه باب بيته ويسيب جاره تحت رحمه المغتصبين. لكن يا ترى يا ابله الحرب هتطول؟ مهما الطول هنفضل نجاهد لحد ما نحرر فلسطين ونرجع لها اخواننا اللاجئين اللي شردوهم من وطنهم. بس لما الحرب تطول ضروري هيموت من عندنا ضباط وعساكر كتير. انا خجلانه ان اختي بتتكلم كده. لازم خايفه على اخوها. بالعكس العيله اللي لها مجاهد في ميدان القتال من حقها تفتخر ويزيد فخرها لو المجاهد اصبح شهيد واشترى بدمه حريه الارض المقدسه. انا عمي حارب في معركه دير سنين وانا ليا قريب ضابط في الجيش. بس يا خساره ما سافرش فلسطين. نرجع بقى لدرس التاريخ. والنبي ملناش نفس للتاريخ يا ابني. نتكلم احسن عن فلسطين. كده بقى ضيعت الوقت. ولا جواب جاني شيعت له جوابين. ولا جواب. حسن ما جانيش جوابات. لا استني ما جاش. والنبي دور كويس يا حسن. ادور ازاي؟ ده انا كنت هتخانق مع البوسطجي كمان لقيته منفض. انا عارفك انك مشغول على البيه الظابط. ربنا يغنمه السلامه. ناديه هاني في حاجه يا حسن؟ الست النظره خصمت من مهدي 3 ايام. لازم زلطتك بتغني تستاهل بقى. اعمل ايه المهية وزي ما انت عارف والبنات ما بيرضوش يدفعوا بقشيش الا لازم يسمعوا حاجه. طيب انا راح اترجها لك بس تبطل تغني. ابطل اغني؟ مش هغني ابدا ابدا. مش هغني ابدا. طليل امر في السحاب قلت له هستناك. قال لي بابا هنا. قلت له هاتوا معاك. يا حضره النظر